الله أكبر الله أكبر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لباس البناطيل التي من الجنز والقبعة، وهل هي من لباس الكفار؟ كل ما لا يستر لا يجوز لبسه، وكل ما فيه فتنة لا يجوز لبسه، والبنطال فيه فتنة، البنطال فيه فتنة، لأنه يبين أحجام جسم المرأة وعجيزة المرأة، فيفتن من ينظر إليها، فلا يجوز للمرأة لبس البنطال بحال من الأحوال التي تخاف الله وتتقيه، ولا يجوز بيعه للنساء، وثمنه حرام بيعه على النساء، ما يجوز هذا. ومع الأسف الآن محلات الملابس ما تجد فيها ملابس شرعية، إنما تجد فيها ملابس غربية وملابس غير ساترة، ويبيعونها ويأكلون ثمنها ويتاجرون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.